في المباراة الأمتع في اليورو، هولندا تتفوق على أوكرانيا 3-2 في مباراة مجنونة وكلامها كتير، سواء تكتيكيا أو على أحداث المباراة. شفنا شوط أول تكتيك على أعلى مستوى وشوط تاني تكتيك على أعلى مستوى. هنتكلم في كل حاجة النهاردة في حلقة قهوة يورو جديدة، وهنتكلم النهاردة على هولندا وأوكرانيا. حطني رقم واحد في الانقاصين النهارده. هولندا وديبور بداوا بالخمسه 3-2 او 3-5-2، بادئ بالتشكيل دول علشان بعض الافكار اللي بيحاول يطبقها في ارض الملعب. والناحيه الثانيه قبل تشيفتشينكو بال4-1-4-1. هقول لك دلوقتي 4-1-4-1 ليه من الاساس. تشيفتشينكو كان بادئ المباراه بيحاول يقفل او بيحاول يعمل ستاره على ديونج وعلى ديبور وعلى ديرون علشان الاثنين ما يقدروش يستلموا الكوره ويتحركوا ويلعبوا في ظهر دفاع اوكرانيا. كان بيعملها ازاي بقى؟ كان بيحاول في الشكل الدفاعي، كانوا بيتحولوا 6 في نص الملعب، كانوا بيتحولوا 6 في نص الملعب. الستة بتوع نص الملعب دول بيتقسموا 3 يمين و3 شمال. الثلاثة اليمين بيبقى زيتشينكو وجنبه يرمولينكو واللاعب الباك بتاع اوكرانيا، والناحية التانية الجناح الشمال ولاعب نص الملعب اللي بيضموا الباك الشمال بتاع اوكرانيا. بيبقى الثلاثي دول هنا والثلاثي دول هنا عشان الثلاثة يقفلوا ويعملوا ستارة ويعملوا ايسلاند شبكة على ديونج عشان ما يقدرش يستلم ويستلم ويسلم بسهولة، والناحية التانية برضه بيحاولوا يقفلوا على ديرون علشان ما يعرفش يستلم ويسلم بسهولة. والحاجة بقى الناحية التانية او كمان اللي كان بيعملها تشيفتشينكو اللي بيحاول يعمل زون ديفنس، زون ديفنس يقرب جدا المساحات من بعضها ويقرب اللعيبه من بعضها وما يخليش فيه مساحة ما بين الخطوط علشان لعيبة هولندا ما تعرفش تنزل ما بين الخطوط تضرب دفاع اوكرانيا بيها. ولكن الناحية التانية ديبور فكر في حاجة بره الصندوق، فكر ان هو يعمل حاجتين علشان يحاول يفك التكتل وما يخليش اوكرانيا تلعب زون ديفنس. الحاجه الاولى ان خلى ممفيس ديباي يخرج بره منطقه الجزاء تماما ويميل ناحيه الشمال، دي حاجه ما بين قلب الدفاع الايمن القلب الباك اليمين وقلب الدفاع اتحرك ما بين الاثنين. والناحيه الثانيه خلى فينالدوم اللاعب الثالث في نص الملعب يخش لجوه ويتحرك ما بين الباك الشمال وقلب الدفاع. فالباك الشمال وقلب الدفاع في مساحه ما بينهم، لما في مساحه ما بينهم بيحاولوا هم يضغطوا المدافعين اكتر ويضغطوا الباكات اكتر. فتلاقي مثلا ممفيس ديباي ناحيه الشمال بيحاول يلعب بالكوره ويحاول التحركات بتاعته، وبالمناسبه خلى ممفيس ديباي بره منطقه الجزاء، لان ممفيس ديباي بيتميز بحاجتين. الحاجه الاولى وليه الدوران السريع اللي بيعرف يلف بسرعه ويخلي وش الوش، والحاجه الثانيه انه بيعرف يستلم تحت ضغط، وده حاجه مميزه جدا في ممفيس ديباي. وشفناها طول المباراه ان ممفيس ديباي لما بيستلم الكوره بيحاول يعمل لف ودوران كويس جدا. وحاجه كمان اللي بيحاول ديبور ما يعملهاش ان يخلي ممفيس ديباي وش بوش، لا انا مش عايز ممفيس ديباي يقابل لاعب وش بوش، انا عايز يبقى بيستلم بظهره وهو اللي يلف باللاعب. وديباي عمل الشكل ده بكويس جدا جدا. الحاجه كمان اللي كان بيعملها ديبور اللي هي تضييق المساحات او اللي يخلي بتاع اوكرانيا يضغطوا نفسهم او يلعبوا في حته معينه، ان هو يخلي ديباي ناحيه الشمال بيستلم الكوره ويلفوا دوران ويخلي لعيبه اوكرانيا تترحل ناحيه الشمال ويسيب المساحه للباك ايمن بتاع هولندا. بالنسبه اللي جاب جول في اخر دقايق المباراه، الباك دوت في التحرك بتاعه ويخش جوه منطقه الجزاء بيشكل ضغط على لعيبه اوكرانيا. لما لعيب اوكرانيا او الباك اللي بيلعب على اللاعب ده يحاول يرجع تاني ويتمركز للاعب، يكون المساحه بتاعه الوسط اتفكت تماما ونزل فينالدوم تحت اللاعب بتاع اليمين الباك اليمين بتاع هولندا، ينزل فينالدوم لتحت ويلعبها له في المساحه دي، يقدر كذا لاعب يرجع لمركزه تاني. هتلاقي فينالدوم دخل وخلق مساحه في العمق بتاع مدافعين اوكرانيا، هتلاقي ممفيس ديباي دخل تاني كمهاجم جنب لاعب وجينستون تقريبا او جريستون اللاعب اللي جاب جون بتاع هولندا، والمنظومه بتبتدي تشتغل. ولكن هولندا اوكرانيا عفوا كانت بتحاول تضرب بالمرتدات وتحاول ان هي تلعب في ظهر مدافعين هولندا اللي هم بطاء. الثلاثي بتاع هولندا اللي ورا بطيء، سواء دفراي او سواء بليند، الثنائي او الثلاثي اللي ورا بطيء، فكان بيحاول يضرب بالسرعات بتاع تيرمولينكو بتاع زينشينكو، وكمان المهاجم بتاع اوكرانيا كان بينزل لتحت وبياخد الكرات الطويله وينزل الكرة لتحت ويحاول يلعب مع اللاعبين او يطلع الوينجات بتاعته، وكان كمان بيبقى قريب جدا من اللاعب اللي بيسلمه الكوره. ده حاجه كانت اوكرانيا مميزه جدا الشوط الاول، اللي هو قافل جدا على هولندا مش مديله مساحات مش بيخليه يقرب من الجون كتير. اي نعم هولندا وصل للجون بسبب التفصيلات اللي كنت بقولها لك اللي ديبور حاول يعملها انه يفك التكتل بتاع اوكرانيا، وفعلا فك التكتل ما خلاش اوكرانيا تلعب
زون ديفنس وبقى يخلق شويه مساحات في دفاع اوكرانيا. وكمان اوكرانيا كانت بتحاول تضرب بالمرتدات اللي كانت قريبه جدا اللي تسجل جون بسبب المرتدات اللي بتعملها. ولكن الشوط الاول كان بصراحه من امتع الاشواط التكتيكيه اللي شفتها في اليورو لحد الان. المنتخبين مدربين المنتخبين شيفتشينكو من هنا وديبور من هنا بيحاولوا يعلوا على بعض. انا هقفل المساحات، طب انا هخلق مساحات، طب انا هحاول على المرتده، طب انا الشوط الثاني هقفل لك المرتدات. المدربين حاولوا يلعبوا او يحاولوا يقروا دماغ بعض. ولكن ديبور الشوط الثاني غلط غلطتين غراب جدا وهجي لها شويه كده. الشوط الاول خلص 0-0 بمباراه بفعلا شوط اول يستحق انه يخلص 0-0 بتألق حارس اوكرانيا بتكتيك اوكراني مميز. وحتى هولندا الناحيه الثانيه كان ند، كانت مباراه رايحه وجايه رايحه وجايه، فكان يستحق التعادل الشوط الاول. لكن الشوط الثاني ديبور نزل غير الموازين. ديبور كان بيحاول يخلي لعيبه نص الملعب هي اللي تضغط او هي اللي تقدم من قدام علشان تضرب لعيبه او تلعب ما بين الخطوط. لكن الشوط الثاني شفنا غير كده. ديبور الشوط الثاني حاول يضغط بالمهاجمين، خلى فينالدوم يخش بقلب الملعب وخلى الاثنين مهاجمين ميمفيس ديباي والمهاجم الثاني يضغطوا على دفاع اوكرانيا. واللي خلى فينالدوم يخش قلب الملعب بعيد عن اللي هو كان بيلعب ما بين الباك وقلب الدفاع في الشوط الاول، كان في قلب الملعب كمان كان بيعمل الشوط الاول انه يبقى لازق في اللاعب نمرة 6، ما يخليش اللاعب نمرة 6 يبدا الهجمة، ما يخليش اللاعب ينزل يستلم الكورة ويلف بوشه ويبتدي يلعب كرات طويلة في ظهر المدافعين، لا كان بيبقى لازق له جدا. وكمان ديبور وديونج الاثنين كانوا بيخشوا يلزقوا جنب فينالدوم عشان ما يخلوش اللاعب يعمل لف ودوران وياخد اريحية. ده كانت مميزة جدا من نص ملعب هولندا وكان بيحاول يعمل الشوط الثاني. والجولين اللي جابهم هولندا بسبب اخطاء دفاعيه، لولا الاخطاء الدفاعيه او اللمسات او الهفوات البسيطه اللي عملتها دفاع اوكرانيا كانت ممكن اوكرانيا تخرج من المباراه كسبانه. كان ممكن اوكرانيا تخرج من المباراه كسبانه بسبب غباء ديبور اللي هيجي له شويه كده. اوكرانيا الجونين اللي دخلوا اخطاء دفاعيه بحته. الجون الاول الكره اتلعب بالعرض المدافع اللاعب بتاع او حارس اوكرانيا بيشيل الكوره ولكن المساحه اللي قدام المرمى خاليه تماما لفينالدو. فينالدو بيخش تك الجون الاول. انت الفكره اللي انت مفروض في المساحه دي اللاعب نمره 6 هو اللي يبقى مغطي في المساحه دي. المفروض اللاعب نمره 6 هو اللي يبقى مغطي في المساحه دي، اللاعب نمره 6 ما كانش موجود فالمساحه اتخلقت. فينالدو دخل شاط الكوره جاب الجون الاول لهولندا. بعديها على طول خدناش وقت كبير هولندا سجلت الثاني من كوره اتلعبت بالعرض اتشاطت ردت جت لعب هولندا نمره 9 الجول الثاني لهولندا بقى 2-0 60 دقيقه النتيجه 2-0 لهولندا. خلاص ابتدينا نوعا ما نقول هولندا ابتدت تريح. هولندا بعد الجونين ابتدت تريح اللي هو ضمننا المكسب ضمننا الفوز نريح نوعا ما شويه نهدي الريتم شويه علشان العامل البدني في نهايه المباراه. ولكن دون ديبور ما عملش حسابه ان هو هيجي على دماغه في اخر الماتش. ديبور عمل تغييرين في الخط الخلفي في الخط الدفاع بتاعه. انا كان من رايي ان ديبور لا تعمل تغيير واحد في خط الدفاع، لا تعمل تغييرين، واحد في خط الدفاع وواحد في نص الملعب. ولكن انت عملت تغييرين الاثنين في قلب الدفاع، قلبك الحسابات بتاعت المدافعين خلى المدافعين تايهين نوعا ما شويه لحد ما اوكرانيا سجلت في الجونين. الدقيقه 75 يرمولينكو بياخد الكوره من ناحيه اليمين يخش قلب الملعب يحط ار 2 مميز جدا 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 من يرمولينكو. بصراحه انا سقفت يرمولينكو على الجون دون وجون وتقليص الفارق من 2-0 بقى 2-1 على طول. ما استنيناش كتير فاول في الدقيقه 78 ونص تقريبا بتترفع عرضيه اللاعب نمره 9 على طول المباراه بيقدم مستوى كويس جدا بيخش كلسه تعادل لاوكرانيا في مفاجاه كبيره ولعبه فرع الماتش. لعبه فرع الماتش مفاجاه بالنسبه لي اللي هو ايه ده؟ ايه الماتش ده؟ الشوط الاول كان ممتع جدا تكتيكيا ممتع وهجمات وفرص بتضيع ولاعيبه بتقدم مستويات مميزه. الشوط الثاني هولندا بتجيب جونين اوكرانيا بترد عليها جونين 2-2 والدقيقه 80 2-2 النتيجه نوعا ما ممكن تكون رايحه للتعادل او ممكن منتخب من المنتخبين يخطف جول وده اللي حصل. هولندا بتخطف جول في الدقيقة 85 من عرضية من أكي الباك اليمين طول المباراة عامل مجهود كويس جدا زي علي محمد علي ما قال في هو بيعلي المباراة قال لك الكورة بتدي المجتهد أو أنت اجتهدت طول المباراة فالكورة كفئتك. فعلا ده اللي عمله، فعلا دي الكورة اللي عملته. الكورة بترفع من أكي الباك اليمين بيخش التك الجول الثالث لهولندا وفوز
لهولندا، مش قادر اقول مستحق لان اوكرانيا عملت مباراه كبيره. انا من وجهه نظري كانت المباراه دي تخرج بالتعادل، كانت هتبقى نتيجه عادله جدا للمنتخبين سواء اوكرانيا او هولندا، لان الاثنين قدموا فعلا مباراه كبيره. ديبور الغباء اللي عمله اللي هو تغييرين في قلب الدفاع دي اللي اربكت الدنيا، اللي خلت اوكرانيا ترجع في المباراه بالضغط بقى، واللي هو خلاص انا مش باعت حاجه، فانا هضغط وانا هجيب جون واجيب اثنين واحاول اكسب الماتش. ولكن لو ديبور كان ابقى على اللاعبين وحاول يقفل الثغرات، واللي هو عمل الشوط الثاني كويس جدا، لو الشوط الاول كان بيتضرب المرتدات بسبب ان دفاع هولندا كانت بتتقدم كتير، ونلاقي كتير جدا لعيبه هولندا او الثلاثي بتاع دفاع هولندا في نص ملعب اوكرانيا ما كانش عامل حسابه انه يتضرب المرتدات بالسرعات في ظل ان دفاعه بطيء. الشوط الثاني رجع دفاع شويه لورا، رجع دفاع شويه لورا وحاول اللي هو يقفل على مرتدات اوكرانيا، وده اللي عمله فعلا الشوط الثاني. لكن في اخر المباراه لما عمل التغييرين ابتدى الفريق يفك ودخل فيه جون. المباراه كانت مميزه جدا، ديبور فاجئني بفكره تكتيكي مع ان ما كانش ده باين قبل اليورو. تشيفتشينكو فاجئني اكتر بفكره التكتيك اللي هو انا بلاعب فريق كبير هقفل عليه، ومن وجهه نظري المجموعه دي يخرج منها احسن توالد سواء اوكرانيا او النمسا. مجموعه مميزه، ما كنتش متوقع ان المباراه زي دي اوكرانيا وهولندا تبقى بالحلاوه دي، سواء تكتيكيا او على مستوى الفرد اللاعبين او على مستوى الهجمات او الاجوان او المتعه او اي حاجه. بصراحه شابول ديبور وشابول تشيفتشينكو وشابول كل اللاعبين اوكرانيا، ومبروك لكل عشاق الهولنديين او الطواحين الهولنديه في الوطن العربي. بس في الاخر ده كراي شخص واحد في مباراه هولندا واوكرانيا. قول لي رايك انت في المباراه في الكومنتس. لو حابب ما تنساش تعمل لايك عشان توصل اكبر عدد من الناس. اول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات اليورو اول باول. تابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك وتويتر على تويتر. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.